السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، هكلمكم النهاردة عن محاضرات الدراسات العليا طب جراحة العين، ونبتدي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد العالمين وأشكره شكر الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتكلم دلوقتي عن الكراتوكونس. الكراتوكونس حاجة من الحاجات اللي ما كناش واخدينها يعني بالنا منها في ال20 سنة اللي فاتت. حصل تطور ضخم جدا، إنما في القرن اللي فات كان لما بنشوف حالة كراتوكونس في التسعينات اللي فاتت كان معظمنا بيعمل لها ريفيرال، تتعمل بنتريتين كراتوبلاستي، او بيحولها لناس اللي هم بيشتغلوا في الهارد كونتاكت، يحطوا لها هارد كونتاكت. وده كان اقصى معرفتنا بالكراتوكونس، ان في الاخر يعني علاجها هي ان تعمل بنتريتين كراتوبلاستي. دلوقتي في تطورات ضخمه جدا، وما كانش في علاج للكراتوكونس لحد ما بدا العلاج بتاعه عن طريق الكروس لينكينج. الكراتوكونس ده معناه بيبقى بيحصل استروما بتاعت الكورنيا اللي بتشكل 90% منها، بيحصل لها ثيننج وويكنس، وبناء عليه تحت ضغط الانتر بريشر بتتزق فورورد قدام، وتحت ضغط الجرافيتي بتنزل داون ووردز، فبيحصل لها يعني ابيكال بروتروجن، بتلاقيه فورورز اند داون ووردز، يعني بتبقى منظرها كده. عشان كده الكراتوكونس دايما دايما تلاقي الكون بتاعه داون وورز. وعشان كده احنا بنعمل البنتاكام لما بتلاقي ان في الكيرفيتشر بتاع الكورنيا في اللور بارت اكتر من الابر بارت ب 2 ديوبتر، ما يعادل 2 ديوبتر او اكثر، بتبقى سسبيشس خالص ان الحاله دي سسبيشس كورنيا، وان يعني قد تكون بدايه لتكوين كيراتوكونس مستقبلي. طيب ايه الاتيولوجي بتاع الكيراتوكونس الحقيقه؟ يعني هو ما فيش حاجه ثابته، هو يعني معروف طبعا ان في جزء بتلاقيه منه او انواع منه موجوده في عائلات، فليه هيريديتري اوتوزومال دوميننت ترانسميشن، وده بيبقى في 10% من الحالات، او في لسه انون هل ليه جين معين، هل ليه حاجه معينه، لكن في ريسك فاكتورز الحقيقه معروفه. يعني الناس اللي عندها بوزيتيف فاميلي هيستوري، اخوه اخته ابوه امه، طبعا بيبقى نسبه تعرضه اكتر. التينز والتوينتيز، الناس اللي هي سنها من 10 ل 20 اللي هم التينز، والتوينتيز سنها من 20 ل 30، دول اكتر فئتين معرضين الحقيقه يعني. تمام. البيوبرتي في البيدياتريكس، طبعا تدخل الهرمونات في البيدياتريكس والجروث عند فتره البيوبرتي، فده برضو من الحاجات اللي هو بيحصل فيه ايمرجنس او اونسنت للكراتوكونس. البريجننس واللاكتيشن، طبعا من يعني لو ست عندها كراتوكونس ودخلت في بريجننس ولاكتيشن، الكراتوكونس بيحصل له يعني في حالات كتيره الرابيد ديتيريوريشن، علشان الاستروجين بيأثر خالص على القرنيه، وبتبقى حالات احيانا صعبه، وبيحصل الرابيد ديتيريوريشن حتى اثناء البريجننسي. وفي حالات بنضطر ان احنا حتى نعمل لها كروس لينكن يعني وهي بريجننت، حفاظا على الكورني. كرونيك اي رابنج، وده من اخطر العوامل، وده منتشر جدا، ان يعني كرونيك اي رابنج وفيرنال كيراتوكونجكتيفايتس، يبقى عنده حساسيه في العين طفل. يجي لك الطفل ده ليه سنتين ثلاثه شغال يدعك في عينيه، يكون جاي من القريه، جاي من بتاع دوت، بيتعرض بقى لداست، بيتعرض لكيميكلز، بيتعرض ل يعني مخلفات اللي هي يعني نقولها كده باللغه البلديه بتاعتنا، يعني الاماكن اللي فيها الوقيد، الاماكن اللي فيها البهايم، الاماكن اللي فيها الطيور، الاماكن اللي فيها الزرعه، كل الكلام ده بتلاقي فيه الرجنز بيتعرض ليه الاطفال بالذات، فبيقعدوا يدعكوا في عينيهم.
لما يبقى طفل عنده 3 و4 و5 سنين وجاله بقى فيرنيكيات كونجكتيفايتس واشتغل بقى كرونيك اي روبن، شغال يلعب في عينيه يعني ليل نهار، والقرنيه لسه يعني مش فولي ديفلوبد وبتاع دوت، فده طبعا بيدخلها في ويكنس وثيننج، والستروما تبقى يعني ضعيفه وثيننج من كتر الدعك، وبيدخلها طبعا في كراتوكونس برضو. الطفل اللي حبذا لو هو يعني سوري بينام على بطنه، يعني الطفل لما ينام على بطنه والعين بتبقى مقلوبة، فطبعا ده بيسهل بالجرافيتي لاند بريشر يزق كمان ايه الويك ستروما والويك كورنيا ويدخله في بروتوجيو. تمام. الدراي اي ديزيز، طبعا الدراي اي ديزيز حاجه من الـ الحاجات المشهوره مع الكراتوكونس، وان كان هو نفسه الكراتوكونس قد يكون سبب في الدراي اي اكتر من ان الدراي اي تكون سبب في الكراتوكونس، بس هو اسوسيشن معاه. تمام. لان الريجوليتي على الكورنيال سيرفيس ما بتخليش ستابيليتي للبريكورنيال تير فيلم. الثايرويد اي ديزيز طبعا يعني معروف دلوقتي ويل نون ان هرمونات تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، الثيرويد اي ديزيز ان جنرال يعني مينلي الهايبوثيرويدزم. تمام. مينلي الهايبوثيرويدزم، انك هتلاقي تي اس اتش عالي وتي 3 وتي 4 قليلين، ده معناه في ديفيشنسي في الثيرويد هرمون، ليه علاقه طبعا بالكراتيكونس. برضه الثايروتوكسيكوزيس وجدوا اللي هو الاكسس هرمونز، تلاقي تي اس اتش قليل وتي 3 وتي 4 عالي. برضه الايوثايرويد، حتى حالات الايوثايرويد وجدوا كراتوكونس. احنا عملنا استدي و12 بيبر في الجورنال اوف ريفراكتيف سيرجري، ان احنا شفنا عملنا تو جروبس فحصناهم في فعملنا الحقيقة تو جروبس، التو جروبس دي التو جروبس دي كان عبارة عن جروب كنترول وجروب يعني كراتوكولز. خدنا الجروب الكنترول كانوا حوالي على ما أذكر تقريبا داخل في 200 عين هنا و200 عين هنا، 200 عين عملنا لهم ال 200 بيشنت، عملنا لهم تحاليل الهرمونات بتاعت الثيرويد تي اس اتش وتي 3 وتي 4، و200 حاله كراتوكونس برضو عملنا لها تحليلات الهرمونات، وجدنا ان النسبه يعني معديه 5% وفي significant statistical significant differences between the two groups، ان الثيرويد هرمونز والثيرويد اي ديزيز لا، لما يبقى فيه ديفكتس بيأثر على القرنيه وممكن يبقى اسوشيتد ويز كراتوكونس. والبحث ده اتنشر في جورنال اوف ريفراكتيف سيرجري، وده جورنال طبعا للناس اللي اورينتد بيه، لازم تبقوا عارفين الحاجات دي. جورنال كيو 1 والامباكت بتاعه يعني 3.1، اتنشر في 2020 بفضل الله سبحانه وتعالى، وشاركوا معانا زملاء من هنا من سوهاج، وشاركوا معانا زملاء من اسكندريه، وشاركوا معانا زملاء من القاهره، وزملاء من المنصوره، وزملاء من الشرقيه. وطبعا عملنا السكريننج دهوت وطلعنا بالنتيجه دي ان فعليا وقطعيا فيه علاقه ما بين اضطرابات الهرمونات بتاعت امراض الثيرويد وبين ايه يعني نشاه الكراتوكونس، يعني كو اكزيستنس، الاثنين موجودين، يعني ثيرويد هرمون ديستربنسز قد يكون ليه علاقه مباشره بالاونست او بالديفلوبمنت بتاع الكراتوكونس. طيب بالنسبه للكلاسيفيكيشن، الامسلر كرومكس كلاسيفيكيشن، وده يا جماعه بيه خلاص تقريبا الناس بتتكلم انه اوبسوليت. تمام. الامسلر كرومكس مقسم 4 ستيجز، بيعتمد على الكي ريدنز اللي اقل من 48 ومن 48 ل 53 ومن 53 ل 55 واكثر من 55 دايوبتر، والكورنيال سيكنس في كل ستيج، والميوبيا قد ايه. عيب بقى الامسلر كرومكس ده، يعني امسلر كرومكس يعني من تقريبا منتصف التسعينات
هو موجود ولسه الناس بتستخدمه لحد دلوقتي، ويعني انا شخصيا استخدمته في ابحاث كتيره، لكن يعني هو خلاص الكلاسيفيكيشن الافضل منه اسمه الاي بي سي، البلن اي بي سي، بلن بتاع بلن، البلن امبروزيو انهانسمنت ديسبلاي، بلن نفسه من غير امبروزيو بقى المره دي، عمل البلنز اي بي سي دي كلاسيفيكيشن اوف كراتوكونس. تمام، فاحنا دلوقتي الاي بي سي دي كلاسيفيكيشن بتاع بلن مش محتاج انك انت تبذل وتفكر فيه مجهود، هو اساسا انكوربوريتد في البنتاكام بتاع اوكيوليس. يعني انت لو عندك بنتاكام، احنا عندنا هنا في مركز المستقبل بنتاكام، والحقيقه يعني انا تواصلت مع يعني اخويا الحبيب الدكتور عمرو منير، قلت له يا دكتور عمرو لازم دلوقتي الاي بي سي دي ده بيه خلاص هو البيزك، وان الامثله كروس يعني بتاع، فانتوا دلوقتي الفاسيلتي دي متوفره عندكم في المنتكام، فمعلش اي حاله كراتوكونس او سسبت كراتوكونس تطلعوا في الايديتنج بتاعها ان يبقى فيه الاي بي سي دي كلاسيفيكيشن موجود. تمام، والاي بي سي دي ده بيعتمد على ايه بقى؟ يجي لك يقول لك ايه؟ يقول لك انت تمسك الحته الكون او تمسك البوينت اللي فيها اللي هو الكيماكس نفسه، اللي اعلى حته. تمام، وتاخد البوينت دي 3 مللي حواليها، تمام، اللي هو الايبكس بتاع الكون. تمام، وتاخد الانتيرو كورنيال كيرفيتشر والبوستيرو كورنيال كيرفيتشر، تمام، في هذه ال 3 مللي ده اللي هو ايه سراوندنج الايبكس بتاع الكون. تمام، ده الاي والبي، والكورنيال سيكنس هو السي، والدي دهيت اللي هو ايه اللي هو السي دي في اي او الكوركتد فيجوال ديستانس، الكوركتد ديستانس فيجوال اكيتي السي دي في اي. يبقى تاني الاي دي بي الاي بي دي الاي بي سي دي اربع حاجات هو بيعتمد عليها الكلاسيفيكيشن، بيقول لك تمسك الايبكس بتاع الكون تلف حواليه 3 مللي، تاخد الكيرف في ال 3 مللي دي على الانتير كورن سيرفس وعلى البوستير كورن سيرفس، الانتير كورن سيرفس ده الاي، على البوستير كورن سيرفس ده البي، على الكورنيال سيكنس ده السي، وعلى ال دي اللي هو السي دي بي اي او الكوركتد ديستنس فيجوال اكيتي اللي هو البيست كوركتد فيجوال اكيتي، بتشوف احسن مستوى للنظر فيه، وده الكلاسيفيكيشن المستخدم حاليا، وده بيطلعه الجهاز اوتوماتيك بتاع البنتاكام في اللاي اوت بتاعه او في البرنت. لما تفتح البتاع ده هتلاقي الاي بي سي، دوره لما يجيكم حاله كراتوكونس افتحوا البنتاكام بتاعنا بتاع هنا للمستقبل، هتلاقوا موجود الكلاسيفيكيشن بتاع بيلن محطوط لكم معانا. تمام، لو ما لقيتوش موجود اتصل بمركز اوضه الصحه طلعه لي، والمفروض ان هو يبقى موجود معاك من ضمن ايه الحاجات، زي ما تلاقي بيلين امبريزيو انهانسمنت ديسبلاي بتلاقي برضه معاه. تمام، طيب الدياجنوزيس يعني هو ما فيش اي مشكله. يعني بصوا يا جماعه، يعني احنا زمان ما كناش نشخص كراتوكونس غير لما يبقى ادفانسد، ما كناش نشمه بدري يعني ان احنا نلقطه بسرعه، لا ما كناش نلقطه بسرعه الصراحه يعني. وبعدين يعني احنا اتعلمنا نلقطه، انا يعني تلقطه من ايه بقى؟ تلقطه يعني هقول لك على حاجه، كذا حاجه ممكن تلقطه في الايرلي، لان كل ما تلقطه ايرلي كل ما يكون افضل، وكل ما يبقى العيان عنده فرصه ان هو يعني نحافظ على العين ونستفيد بيها. تمام، لما يجي لك طفل صغير، تلاقي الاستجماتيزم بتاعه 3 و4 و5، يعني هو عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين، يو هاف تو بي suspicious. يعني انا لما يجيني اي طفل عنده لا مؤاخذه نص دايوبتر سفير او واحد دايوبتر سفير، يعني مثلا ماينس نص ولا ماينس واحد، تمام، ومعاه نايس 4 او نايس 5 سلندر، لا ده انا لازم ابقى suspicious. ده انا جاي بيقول لي والله ماشي، يعني يا ولاد مش شايف كويس في الفصل مش بتاع، ومعلش اعمل لنا نضاره، ويكون جاي حتى يعمل اول نظاره. تمام، لا 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 لا، ده انا اول حاجه قبل ما اعمل نظاره اقول له immediately تطلع تعمل لي بنتكام. ليه؟ لاني انا وجدت ان في تقريبا حالتين لثلاثه من كل الهاي استجماتيزم في البيدياتريكس ممكن تلاقيه ليه ريليشن لبدايه او انست الكراتوكولوس. تمام، سواء كان هيبقى فروزن في المرحله دي ومش هيكمل،
او يحتاج فولو اب، او سواء انه هيبقى ديمونستريتد وهيوضح مع مرور الوقت والايام. اذا جالك وده موجود انك تلاقي هاي استجماتيزم، بيور هاي استجماتيزم، حتى ممكن ما تلاقيش معاه سفير، ولقيت البنت كام نورمال، مفيش اي مشكله خالص كده، تطمن العيان وتعمل له اشورنس انه الحمد لله ما عندهوش اي قرنيه مقرطيه، وانه بس ايه يتابع، هو بس عنده هاي هاي ريجولار استجماتيزم وده طبيعي. يبقى انا طفل فيه هاي استجماتيزم بغض النظر عن السفير، الاصول ان انا ابعته يعمل بنت كام. رقم واحد، جايين شخص خصوصا في الايج بتاع البيوبرتي، يعني 12 13 14 15 تمام، وجاي يتكلم بقى ويقول معلش جايب لك في دي 3 4 نظارات على 10 مقاسات وراه، ويروح حاططهم لك قدامك كده في العياده، يقول لك بص يا بيه انا كل الحاجات دي انا جبتها، وكل النظارات انا جبتها، ولا نظاره مريحه. يعني لما تعرف ان واحد مر على 10 دكاتره وكل واحد اداله مقاس شكل، وتبص تلاقي المقاسات مختلفه وبتاع، ومش مستريح ومش مبسوط وبتاع، تبقى سسبكت قوي 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 ان ده يبقى كراتوكونس. يبقى ده قبل ما تفكر تعمل له نظاره تاني تروح تعمل له بنت كام فورا. ليه؟ لان طبعا بيحصل رابيد تشينج للريفراكشن، فالنظاره مش هتريحه. بالمناسبه النظاره مش ايديال للكوريكشن اوف ريفراكشن بتاع الكراتوكونس. الايديال الصراحه هو الهارد كونتاكت لينز بانواعها المختلفه، ريجيد جاسبيرمي كلها، والتانية اللي هي بيبقى فيها جزء سوفت وجزء هارد عشان بتاع دوت يريح القرنيه، وفي السكليرا طبعا الحاجات اللي هي بتصلح الكيرف بتاع ايه الكورن. تمام، يبقى انا لو قاعد في عيادتي وجاتني الحاجات دي لازم ابقى سسبيشس. دي في حاجات الايرلي، انما ايه الحاجات اللي انا اشوفها ساينز على طول اشخص في العياده، الاقي اويل ديربلت ريفلكس. يعني انا زمان وانا نايم في العياده بتاعت الرمد من اكتر من 20 سنه، كنت امسك الاوفثالموسكوب واضرب كده في البيوبل، تمام، الاقي فعلا زي نقطه زيت بتلعب، اقول فورا دي ايه، هوبا ده كاتركت، ويكون شاب عنده 20 سنه، واروح كاتبه في الورق ان ده كاتركت، واستنى لما يجيني المدرس المساعد يجي يفحص ويشوف يقول رايه ايه، في الاخر يقول لي لا ده مش ده، ده غالبا كاراتوكونس. الاوير دروبليت ريفلكس من الحاجات المسليدن، تمام، لازم ناخد بالنا منها. انت ماسك الاستروموسكوب بتبص كده تلاقي لمعه كده زي نقطه زيت بتلمع كده، تمام. والاويل دروبلت ريفلكس برضو عشان نبقى عارفين كمصطلح او كترم موجود في اكتر من حته في الرمد، يعني نقول لهم بس برضو الناس تعرف عشان دي دراسات عليا. الاويل دروبلت ريفلكس موجود لما يبقى فيه انتير ديسلوكيشن للكلير كريستالاين لينز مش كاتراكتس، فهي الكلير كريستالاين لينز هي للوش، فبتبان زي نقطه زيت وسط الميه البيضه بتاعت الايكوس. فلما تلاقي حصل انتير ديسلوكيشن مثلا في الحالات اللي هي الاكتوبيا لينتيز والكلام ده، سهل قوي تطير البتاع ده وتلاقيها كلير مش كاتراكتس، فعامله زي نقطه الزيت في الانتير تشامبر، تمام. يبقى قلنا اول دير ريفلكس بتاع كراتوكونس، واول دير ريفلكس بتاع مين؟ بتاع الانتير ديسلوكيشن بتاع الكلير كريستالاين لينز في الانتير تشامبر، تمام. الاول دير ريفلكس برضو ابيرنس الثالثه هي بتاعت الجلاكتوزيميا. الناس اللي عندها مشاكل في الجلاكتوز، الطفل في الكونجينيتال كاتراك بيدي جوه الكريستالاين لينز منظر زي نقطه زيت جوه اللينز نفسها، بنسميه احنا اويل دروبلت ريفلكس بتاع ايه الكونجينيتال كاتراك، علشان بسبب الجلاكتوزيميا. وده لان هو بياخد جلاكتوز في الميلك، فهو ده ياخد جلاكتوز فري ميلك، يعني اللي بتوع الاطفال يكتبوا له على جلاكتوز فري ميلك، بتختفي هذه الاولدر ريفلكس. والميزه فيه ده تقريبا النوع الوحيد من الكوتشير الكاتراك اللي هو ريفيرسيبل، ان هو يختفي وتختفي هذه ايه الدروبلت ريفلكس. احنا قلنا برضو عشان نبقى معانا القصه، ريتينوسكوبي، عندك ريتينوسكوب وعملت كده شوحت بالستريك بتاعك هتلاقي سيزر ريفلكس، تمام. الفوتسترايا دي فاين فيرتيكال سترومال ستريس لاينز، تمام. انت جنابك لو حطيت على ستلام هتلاقي زي ايه شرايح صغيره، انا هحاول اوريها لك شكلها ايه. نجيب شكلها من هنا، ده كانسكي، وده طبعا يعني فده الاويل دروبليت ريفلكس، ها البوت سترايح، اتمنى يبقى واضح.
ده طبعا شكل الابيكال بروتروجن بتاع الكراتوكونس، تمام، وال الكايسر فليشر رينج، الفليشر رينج تتشاف بالكوبالت ايه لوب، تمام. يبقى دول ايه الساينز الموجودة، ادي الاويل دريبلت وادي الفوتوستراير وادي الكون بتاع التشاب بتاع الكراتوكونس وادي ايه الفليشر رينج الموجود. احنا بنقول لي كده، بنقول لي كده عشان نبقى ايه موجودين. فليشر رينج ده ابيثيريال ايون ديبوزيتس حوالين البيز اوف ذا كون اللي احنا وريناه لكم دلوقتي، اللي هو ده الجزء ده ايرون ديبوزيتس، ماشي. مانسون ساين، مانسون ساين انك لما تخلي العيان يبص لتحت، وطبعا هو في كون فيخلي منظر اللور ليد كانه مثلث، تمام. ف بالجن اوف ذا لور ليد اون داون جيز، نوريكم احنا حاجات للمانسون ساين هنا موجوده. دي مانسون ساين، ده مانسون ساين واضح تماما، عامله تريانجولر الكون اهي، والكون خلاه كده، خلى زق الميدل اوف ذا لور ليد، خلاه وهو لوكن داون ويرز، خلاه لمؤاخذه ايه زي مثلث، زي يعني حرف الفي، تمام. ده المانسون ايه المانسون ساين، تمام. ده منظر برضو للكراتوكونس، منظر واضح تماما. وادي ادي النورمال كورنيا، دي فلات كورنيا هنا او يعني، ودي كراتوكونس واضح تماما، دي رنجات لسه هنتكلم عنها دلوقتي، تمام. دي برضو منظر تاني للفرق بين النورمال كورنيا، ادي شكلها تبقى ريجولار، والبروتيوز كورنيا بتاعتي الكراتوكونس. طيب نرجع للكلام بتاعنا، شفنا البتاع ده اكيوت هيدروبس. اكيوت هيدروبس يعني بيحصل رابشر للديسمنت ممبرين، وبالتالي الاكواس بيخش ينط جوه الاستروما ويعمل انفليشن للاستروما، وبتبقى فيه كورنيال اديما، وبيبقى شكلها بفته بيضه، تمام. البين بيبقى معاه بين طبعا، ومعاه فوتوفوبيا وديكريست فيجن، بيلوس فيجن. حاول نشوف لكم صوره للهيدروبس، ادي هيدروبس بفته بيضه، ده اكيوت هيدروبس، اكيوت هيدروبس، تمام. ودي يعني بعد ما خف الهيدروبس ساب سكارين، ساب سكارين، تمام. يبقى ده الهيدروبس وبيعمل جنرايز سيما زي كده. الهيدروبس طبعا انت بتدي له ايه بقى؟ بتدي له العلاج المعتاد، بتحاول توطي ضغط العين بهيدروبس، في نفس الوقت بتدي له حاجه زي الاوبتيك سلاين، او تدي له حاجه زي المورو اللي هي ايه زي الصوديوم كلورايد اللي هي تمتص الميه من الكورنيا. طبعا هنيجي واحد يقول لي المورو دي الشوكولاته، لا المورو الشوكولاته لا، هو في علاج اسمه مورو اترا، ثمنها غالي الصراحه، ممكن تلاقيها في السوق 700 و800 جنيه، موجوده مستورده يعني، بس فيها ميزه عن الاوبتيك سلاين. الاوبتيك سلاين ده ب 10 جنيه ولا ب 20 جنيه، الفرق ان الاوبتيك سلاين ده حراق جدا يعني، لسعة من النار يعني، العيان بيكرهه عمى، لكن المورو ده ايه لطيف وجنتل وسموس، بس ده بشيلن وده ايه وده بجنيه، تمام. ف ده منظر الهرب. طب هل في علاج تاني؟ في علاج تاني الهيدرو، جميل جدا، وهنا القصه، ويعمل كليرنس بسرعه ويتجنب البتاع ده، انك تحقن له جاز في الانتيرو تشامبر، تحقن له جاز في الانتيرور تشامبر. الجاز ده بيفصل الايكوس عن الكورنال انسيليوم والبتاع ده، فبيدي فرصه ان الاديمه دي تريزولف، وما بيخليش الايكوس يوصل للكورنيا ولا يدخل البتاع ده، تمام. فتلاقيه بعد 24 او 48 ساعه حصل كليرانس الكورنيا، وبدات ترجع لوضعها ايه الموجود، تمام. طيب الكورنيال اوباسيتي واحنا وريناها لكم. طيب الانفستيجيشنز اللي بنعملها، تشخيص الكراتوكونس الصراحه بيعتمد على يعني البنتاكام، والبنتاكام ده لازم تجمع فيه ان
النقطة الستيبست هي نفسها الثينست هي اللي عندها الهايست بوينت اوف بوستيريور كورنيال سيرفيس كيرفيتشر او بيسموه ال بتاع ده هو ال بيسموه ايه ستيبس بوينت تنس بوينت اند هانس بوينت كلهم يبقوا في نقطة واحدة، تمام؟ كلهم بيبقى في نقطة واحدة. بنعمل ايه؟ احنا بنجيب البنتاجرام وبنرسم مثلث يعمل زاوية قائمة. انت عندك الثلاث رسومات، عندك الفور ماب، ماب هتلاقيه للكهات، تجيب ومعلم لك على النقطة الستيبست، تروح انت ايه وماب فيه الكورنيال تيكنس ويعلم لك على نقطة التنس، وماب فيه الاليفيشنز البوستيريور كورنيال سبيشال معلم لك على الهايست. دول ثلاث نقط في ثلاثة مابس. هات كده مسطرة مسطرة وهات قلم جاف وعلى البنتاجرام نفسه وصل الثلاث نقط ببعض، هيطلع لك مثلث اترايت انجل قائم الزاوية. خلاص هيطلع لك مثلث قائم الزاوية لان هي النقطة الستيبست هي النقطة الثينست هي نفسها اللي فيها الهايست اليفيشن بتاع البوستيرو كورنيال سيرفيس. خلاص طيب يبقى احنا الكراتوكونس بروجريشن ده كده احنا شخصنا الكراتوكونس، ولكن هل هذا الكراتوكونس ستيبل؟ يعني هل هو ثابت على كده ولا هل هو بيتدهور بالزياده؟ الحقيقه بنت كام واحد لا يكفيني ان انا اقدر اقول ان هذا الكراتوكونس فيه بروجريشن ولا ما فيش بروجريشن. الحقيقه لا، انا محتاج الحقيقه يعني على الاقل 2 بنت كام بمده متوسطه حوالي 6 شهور بينهم نشوف حصل بروجريشن ولا لا. انا دلوقتي ازاي انا اقيم ان حصل بروجريشن لكراتوكونس؟ الحقيقه في فاكتورز كتيره بتقول ازاي اعمل بروجريشن لكراتوكونس وحصل بروجريشن. طبعا منهم البيلين امبريزيو انهانسمنت ديسبلي، وده قصه لوحده محتاجه شرح لوحده، ولكن انا سيمبلي كده في عيادتي وانا قاعد وجاني ابص على الجي ماكس، ما عندي ايه؟ عندي 2 بنت كام بينهم 4 شهور 6 شهور. بصي لو لقيت ان الجي ماكس مثلا كان 54 في القديم وبقي 56 في الجديد، الفرق اصبح 2 دايوبتر. لا، هو الكي ماكس لو تخطى 1 دايوبتر فرق، ده بالنسبه لنا يعني باثومنمونيك ساين ان حصل بروجريشن للكراتوكونس. يعني حتى واحنا بنكتب في الابحاث العلميه او احنا بنتعامل، انت عالجت حالات كراتوكونس سواء بكروس لينكن او بغيره وعملت لها فولو اب سنه ولا سنتين ولا ثلاثه وسجلت ان حصل برغم العلاج اللي اديته للعيان حصل بروجريشن لبعض الحالات، ازاي انت شخصت هذا البروجريشن للحالات؟ معظم ابحاثنا بتعتمد على الكي ماكس ان هو تخطى حاجز 1 دايوبتر فرق ما بين الاميديت بوست اوبرتيف بالليت بوست اوبرتيف. يعني ايه الاميديت بوست اوبرتيف؟ يعني مثلا انا والله كنت بري اوبرتيف 54 دايوبتر كي ماكس، زرعت له حلقه بقيت بوست اوبرتيف 50 دايوبتر كي ماكس، يعني قلت عشان الحلقه عملت في الاتنين. طيب 50 دايوبتر دول بعد سنتين لقيتهم ب 51، ده معناه انه حصل ايه؟ حصل بروجريشن، تمام؟ طيب لو انا مثلا عامل كروس لينكن ومش عامل حلقات، تمام؟ طيب لو انت بري اوبرتيف 50 اميديت بوست اوبرتيف، لو انت بري اوبرتيف 54 اميديت بوست اوبرتيف المفروض برضه نلاقيك 54، لكن يعني مستقبلا بعد سنه واثنين هل الكيماكس دي هتفضل ستيبل؟ هل الكيماكس دي هيحصل لها ديتريوريشن وتسوق وتزيد ولا الكيماكس هتقل وتتحسن؟ تمام، الثلاثه واردين الصراحه بعد الكروس لينكن قالوا الوارد ستابيليتي، وده اصل الشيء ان احنا عايزين نثبت الوضع، ووارد طبعا ان احنا ان هو يتدهور وانه يزيد. لو زاد واحد دايوبتر فاكثر، يعني كان 54 بيوراتيف و54 ايميديتلي بوست اوبراتيف وبعد سنه لقيناه يعني 55 ونص، يعني فرقت 1.5، يبقى ده فيلد كروس لينكن بروسيدور ولازم الكروس لينكن يتعاد.
وغالبا ده هتلاقيه في الترانس ابسيليال كروس لينكن، هتلاقيه في الترانس ابسيليال كروس لينكن، مش هتلاقيه في الاي بي اوف كروس لينكن بسهوله. تمام. وحاجه من عيوب البيدياتريك راتوكونس ان بيحصل رابط بوست اوبرتيف بروجريشن برضه، يعني برضه عشان نبقى عارفين يعني. تمام. خصوصا في الاكسلريتد، خصوصا في الاكسلريتد بغض النظر هل هو ترانس ابسيليال ولا هل هو اي بي اوف بالنسبه للبيدياتريك. تمام. لكن لو لقينا مثلا ان كنا بري اوبرتيف 54 ايميديتلي بوست اوبرتيف 54، وبعد سنه ولا اتنين لقينا 53 او 52، ده معناه ان الكي ماكس قلت، معناه ان حصل تحسن، معناه ان الكروس لينكن بروسيدور مش بس ثبت الوضع، لا ده عمل امبروفمنت لل الريفراكتيف ستيتس والكيراتومتريك ستيتس والتوبوجرافيك ستيتس بتاعه العين. تمام. وان الواحد واثنين وثلاثه دكتور اللي ممكن يتحسنوا من الكروس لينكن، الحقيقه احنا مسجلينها بصفه اكبر في الستاندرد كروس لينكن او اللي هو الدريسدن بروتوكول اللي هو السلو مانر، اللي هو تقعد الجهاز، تقعد العين تحت الجهاز بتاع الالترا فايلت لمده 30 ايه 30 دقيقه. لكن مش ريكورد الصراحه ان هو يبقى يتحسن في الترانس ابسيليال. الحقيقه اي حد، احنا عملنا ابحاث كتيره الصراحه، اي حد يجي يقول لك ده بيتحسن في الترانس ابسيليال، يعني انا معلش مع احترامنا لكافه الاراء وبتاع، لما بقرا بحث علمي بره بيقول لك والله عملنا وتحسن، يعني انا شخصيا مش موافق. انا اشتغلت ترانس ابسيليال 3 سنوات متتاليه، تقريبا تلت الحالات رجعت عملت لها ستاندرد كروس لينكن، وبقيه الحالات يعني ما بين اللي جه وبتاعه لسه مستقر، وما بين ان هو طبعا الهايست بروجريشن بوست اوبرتيف بتاع الكراتوكونس اللي احنا نخاف منها، اللي هي ايه؟ اللي هي زي ما قلت لك، اللي هي اللي هي المثلث الثلاثي محمد، اللي هي مع الترانس ابسيلي. وبناء عليه اذا الكي ماكس ممكن يبقى انديكيتور للكي سي للكراتوكونس بروجريشن بري اوبرتيف اند بوست اوبرتيف. تمام. مع بما نتكلم في البروجريشن بالمره، عشان لما نسيب النقطه دي يبقى احنا استوفيناها الصراحه. يعني يا جماعه احنا لما بنزرع حلقات في القرنيه ونعمل فلاتنينج للديزيز تو كورني، والصراحه فانا ليا الحقيقه هايبوثيسز وليا راي يعني ان الحلقات دي يعني سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، قد تكون ان صحيح بتعمل فلاتنين، وقد تكون ان هي في نفس الوقت تروماتايزنج. يعني ايه؟ يعني انت ستروما ويك وخلقه دايبه وماشيه دايبه، فانت بتشدها من الاطراف، يعني انت بتشدها عشان تفردها، ولكن هي اصلها ويك، مع الشده بتاعتك مع الوقت بتعمل مور ويكنس، والمور ويكنس بيخليها دايبه اكتر، وبناء عليه تتشد اكتر، يبان فلاتنين اكتر. يعني برغم ان الباثولوجي شغال والثيننج شغال، وكل ما تبقى ثينت كل ما تتشد اكتر. تمام. وبناء عليه انت لو انت كنت بري اوبرتيف كي ماكس بتاعك 54 وجيت ايميديت بوست اوبرتيف لقيت نفسك 50، فانت اتحسنت 4 دكتور مثلا حلقات، وجيت بعد سنه شفتها لقيتها يعني 50 وربع، وجيت بعد سنتين لقيتها 50 ونص. تمام. انت اساسا انا رايي ده يعني واخد بالك، اني لو انت لقيت كي ماكس زادت من نص لثلاث ارباع دايوبتر بوست رينج امبلانتيشن، لا ده انت كده مش حصل ديتريشن، ده حصل وحصل وحصل. تمام. حصل وحصل وحصل ليه؟ لانه علشان يحصل بروتريوجن، ده معناه ان اوريدي حصل ويكنس وثيننج وفلاتنينج، ورجع بعد كده كمان حصل فيردر ثيننج وحصل فيردر بروتريوجن وحصل بتاع ده وحصل بروجريشن.
الحلقات بتماسك او بتخبي البروجريشن بتاع الكورنيا، ودي نقطة مهمة. عشان كده برضو لو انت زارع حلقات لازم تلينك الكورنيال ثيكنس بتاعك، يعني كان كام بري اوبرتيف. يعني انت دلوقتي لو بري اوبرتيف الكورنيال ثيكنس بتاعك سي مثلا ان هو 420، ولقيت ايميديت بوست اوبرتيف هو برضه 420، لكن بعد سنة لقيت 410، وبعد سنتين لقيت 400، يبقى بيحصل تنين ولا ما بيحصلش؟ حتى برغم ان ممكن ان الكي ماكس تبان انها كويسه وثابته، او بيحصل مور فلاتين، اقول لك لا بتتحسن على الحلقات. انا برضو لو حصل كورنيال ثيننج ده انديكيشن للفيشس سيركل اللي احنا اتكلمنا ويعني وضحنا. نيجي بقى التريتمنت. يا جماعه لازم نفهم شويه حاجات فيما يخص التريتمنت، بس عشان ايه يعني نبقى متفقين عليها. تمام، ايه الحاجات اللي عايزين نتفق عليها في التريتمنت؟ كراتوكونس has only one treatment، بس ملوش غير علاج واحد. ال disease itself ملوش غير علاج واحد اللي هو الكروسلينك. الكروسلينك هو الوحيد اللي يقدر يعالج ايه ال corneal pathology اللي هو ال progressive thinning and weakness بتاع الاستروم، هو اللي بيوقفها. تمام، غير كده مش علاجات، اللي غير كروس لينكن ده مش علاجات. يعني سواء كان الحلقات او زرع العدسات او البي ار كي او الويف فرونت جايدد بي ار كي او الكستمايزد بي ار كي، كل ده جزء ريفراكتيف بيحاول يصلح الريفراكتيف ايرور اللي حصل نتيجة الكراتوكونس، لكن هو ما بيعالجش الديزيز نفسه. يعني انت لو زرعت دلوقتي حلقة من غير كروس لينكن، هل ده هيمنع البروجريشن بتاع الكراتوكونس؟ لا. يبقى هو الكروس لينكن is the only treatment of كراتوكونس. امال الباقي ده كله ايه؟ لا، ده بيحاول اصلاح الريفراكتيف ستيتس. يبقى انا لما اتكلم واقول والله ايه العلاج اللي عندي بتاع الكراتوكونس، اقول لك والله ثيرابيوتيك. ثيرابيوتيك يعني ايه ثيرابيوتيك؟ يعني ده ثيرابي للديزيز، بيعالج الديزيز، وده عن طريق ان هو بيزود البونس الموجوده بين الكولاجين بونس. ازاي؟ ان بنحط بنحط رايبوفلافين، بيحصل له ابزوربشن في الكورنيال ستروما، وبنعرض الرايبوفليفين ده في الكورنيال ستروما لليو في اي او الالترا فايلت اي، تمام، لايت، فبيحصل فوتو بوليمرايزيشن للرايبوفليفين ده، وبيكون نيو بونز ولينكس بتوين الكولاجين باندلز، فيخليها مشبكه ببعضها اكتر. يعني من الاخر كده اديك مثال بالبلدي، اعتبر ان الكراتوكونس الاستروما بتاعته زي لو انت قعدت ترص طوب. ها، لما بترص طوب بترصه ازاي؟ مثلا بترص طوبه وتيجي اللير الطوبه اللي فوقيها تبتدي من نصها، تبتدي من نصها. دي نفس الطريقه بتاعت الكورنيال استروما، بتلاقي الكولاجين باندل او فايبر، الكولاجين فايبر فيها تبتدي من نصها، زي بالظبط كده الحيطه على الاحمر. تمام، تلاقي الطوبه اللي فوقيها باديه من نصها، ودايما كل طوبه تبتدي من نص الطوبه اللي تحتها. تمام، لو انت رصيت الطوب بنفس الطريقه وكل طوبه في نصها من غير اسمنت، من غير ما تحط مونه اسمنت يعني، تمام، وجيت زقيت الحيطه تقع من الشراع، هتقع. طب حط اسمنت، ها، حط اسمنت هتمسك في بعضها، هتلحم الطوب ده كله في بعضه. فهو البندل زي الطوب من غير اسمنت، محتاج بونز يمسكوا في بعض، محتاج يلحم. هيلحم بايه؟ ها، زي الطوب ما بيلحم بالاسمنت، ده بيلحم بالبونز. البونز هنا ضعيفه وقليله، تمام، احنا بقى بنعمل نيو بونز وبنحط طبقه اسمنتيه، ها، قويه، تروح ماسكه الطوب كله في بعضه، اللي هو الفوتو بوليمرايزيشن بتاعت مين؟ الرايبوفليفين بالالترا فايلت ري. اعتقد ان الامور كده واضحه وسهله قدر ايه المستطاع.
يعني مفيش امثله اعتقد هتبقى يعني ابسط من كده الصراحه. تمام، طيب يبقى قلنا ده العلاج الوحيد. ايه انواعه؟ انواعه نوعين اساسيين، بيعتمد على المده او بيعتمد على شيل الابسيليوم او بقاء. بيعتمد على المده الستاندرد كروس لينكن او الكروس لينكن الاصلي اللي بدا او الكونفنشنال كروس لينكن واسمه دريسدن بروتوكول، وده انك انت بتقعد تحط رايبوفلافين لمده نص ساعه، يحصل ابزوربشن كويس للرايبوفلافين في الكورنيا، تمام، وبتتعمل بابيثيليوم اوف، وياخد 30 دقيقه الراديشن تايم باليو في اي، وده سلو ميثود 30 دقيقه. الاكسلريتد لا، بنقلل المده، بدل 30 دقيقه ممكن تبقى 18، ممكن تبقى 12، ممكن تبقى 8، ممكن توصل لحد 3 مينتس، تمام، بسرعه. تمام، اما التكنيكس بتاعها انك تشيل الابسيليوم اوف، انك تشيل الابسيليوم او تخليه. طيب الستاندرد كروس لينكن او الكونفنشنال او دريسن بروتوكول، ابسيليوم اوف لمده 30 دقيقه يو في اي تايم. الاكسلريتد ممكن يبقى فيه ابسيليوم اوف، يبقى اكسلريتد ابسيليوم اوف كروس لينكن، وممكن يبقى ابسيليوم اون، اكسلريتد ابسيليوم اون، يبقى احنا بنسميه في الحالات ايه؟ ترانس ابيثيليال كروس لينكن. ايه عيوب الابسيليوم اوف؟ لما بدا الكروس لينكن بالستاندرد بروسيدور، عيبه انه ليمبي، يعني طويل بياخد ساعه، تمام، انه بشيل الابسيليوم وبالتالي عليه بيبقى بينفول، والتكنيك ديفيكالت. انت شيل الابسيليوم ده لو انت مش دكتور كويس وايدك حلوه، انت ممكن تعور البتاع ده، هو ممكن تعور اللايرز بتاعت الكورنيا وتسيب اوبسيفيكيشن، تمام. ولكن ليه ميزه قويه جدا، انه ذا موست افكتيف تايم، ذا موست افكتيف تايم ان هولتنج الكورنيال بروجريشن، بيمنع الكورنيال بروجريشن وان ستابلايزيشن، مش كده بس، وهو النوع تقريبا اكتر نوع بيعمل امبروفمنت في الفيجن، وبيعمل امبروفمنت في الريفراكتيف ستيتس، والجهات بيقللها، وبيعمل فلاتنينج محترم جدا. ده الستاندرد اي بي اوف، تمام. اما الاكسلريتد، الاكسلريتد انت ممكن تعمله اي بي اوف، وده النكست افيشنت تايم بعد الستاندرد، ماشي، وبتقلل المده. يعني ناس كتير بتشتغل على 18 وده اقرب للستاندرد، اقرب حاجه للستاندرد. اللي بيشتغل بعد كده على 12 او 8 بيبقى بعيد شويه عن الستاندرد، اما اللي بيشتغل على 3 دقائق ده فده يعني انا مش عارف اسميه ايه. ليه؟ انا عايز يعني عايز ادي لك مثال بسيط، مثال بسيط تحط بقى حاجه في ودنك. ايه الفرق بين ال 30 دقيقه والثلاث دقائق؟ انا هقولها لك بالبلدي كده. انت لو عندك فرخ عايزها تستوي، عايز تحمرها بقى، حاجه من اتنين، يا بتحطها في الفرن بتاعنا العادي، ها مش كده، ايه، وتظبط التايمر على 30 دقيقه، تمام، انها تسيبها في الفرن 30 دقيقه تطلع لك، ها، او تحطها في الميكرويف 3 دقائق وتظبطه 3 دقائق. يبقى يا اما بتحطه في الفرن العادي بتاعنا اللي هو بتاع الغاز والبوتاجاز، ها، 30 دقيقه، يا اما بتحط الفرخه دي 3 دقائق في الميكرويف، تمام. الاثنين بيطلعوا متحمرين، القشره الخارجيه متحمره، تمام، لكن بتاع ال 30 دقيقه الفرن العادي بتاعنا تلاقي حتى العظم من جوه استوى، يعني تمسك كده البتاع تلاقيها نزلت اللحمه من على العظمه، تمام. لكن بتاع الميكروويف تخش تلاقي ان لسه في طبقات الخارجيه فقط هي اللي استوت، اما الطبقات الداخليه من الفرخه تخش كده تلاقي لسه فيها دم، تلاقي لسه ما استوتش، تلاقي لسه نيه، تلاقي مش عارف ايه. اه، ده الفرق بين ايه؟ بين الستاندرد وبين الاكسلريتد. الستاندرد بيسوي الاستروما وبياخد اعلى دبس في الاستروما، بيوصل لحد 300 مايكروم من الاستروما، فبيوصل للديب ليرز بتاعت الاستروما ويسويها كويس، فتمسك في بعض وتاخد راحتها. التاني الاكسلريتد بيوصل من 150 ل 200 مايكروم ماكس، ما بيكملش كل الاستروما، وبيلاقي عليه الايفكت بتاع ده الاكسلريتد بي اوف، كمان مش الاكسلريتد بي اون، الايفكت بتاع الستاندرد اعلى كثيرا من الايفكت بتاع الاكسلريتد. ايه بقى مشكله الاكسلريتد وايه مشكله الستاندرد؟ بيقول لك ان الستاندرد النص ساعه دي بيدي فرصه ان 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 الكورنيا دي فيها اكسجين، تمام، وبتاخد الاكسجين من الاير، تمام،
والاكسجين ده مطلوب في العمليه بتاعت الفوتو بولمرايزيشن بتاعت الريبوفلافين. فانت لما يقعد 30 دقيقه بندي فرصه للقرنيه تتنفس، الاكسجين يتعوض، يعني ايه علشان ايه الفوتو بولمرايزيشن ايه بروسيس على مهلنا خالص، تمام. الاكسلريتد بقى 6 دقائق و9 دقائق و3 دقائق والكلام اللي زي كده، بيحصل رابط كونسبشن للاكسجين. فانت شغال تحط انرجي ويو في اي والاكسجين خلص من الكورنيا، فالكيميكال بروسيس الفوتو بولمرايزيشن مش شغال. انت بتدي انرجي ومفيش اكسجين يعمل، يعني سوري، يعني الاكسجين ده بنقوله لك زي ما قلنا اعتبره زي الملح في الطبيخ، ماشي. عملت كل حاجه وما حطيتش ملح، تيجي بعد كده تاكل تلاقيه عادم، ما ولا ليه اي قيمه ولا اي بتاع، ما انت ما اديتش فرصه للملح يدوب في ما حطيتش ملح. الاكسجين ده زي الملح في الطبيخ، تمام. لو مش موجود الطبيخ ما يتاكلش. هو بناء عليه انت عايز الاكل بتاعك يبقى مستوي كويس، متملح كويس واخد وضعه، تحطه في الفرن العادي بتاعنا. عايز سلق البيض بتاع الميكروويف، بتشتغل انت في الاكسلريتر. انا اشتغلت اتنين تكنيكس، طبعا اعلى تكنيك هو الستاندرد دريسدن بروتوكول من ساعه ما بدا في 2003 ولا يعلى عليه، تمام. اما الابيسيليان اون اللي هو ترانس ابيسيليان اللي هو بيبقى اكسلريتد وترانس ابيسيليان، ده اسوأ تكنيك في التاريخ، تمام. الناس ليه شغاله بيه؟ ها؟ لانه ايزي سيمبل، ما بشيلش بسيليوم، مش بينفر، العيان بيطلع مبسوط قوي ومفتح عينيه. امال بتاع البسيليوم اوف؟ لا، ده اولا انت شايله البسيليوم. البسيليا الهيلين ده بياخد متوسطه من يومين لخمس ايام يحصل هيلينج، خد بالك. انت احنا بنشيل كام؟ بنشيل 8 مللي، بنشيل 8 مللي وبنسيب ايه 2 مللي او 3 مللي هو اللي بيحصل منهم ايه ريجينريشن، تمام. طب انا بشيل ليه الابيسيليوم؟ لان الابيسيليوم بيعوق الابزوربشن بتاع الرايبوفليفين في الكورنيال ستروم. طب هم اللي في الابيسيليوم اون، لما بنسيب الابيسيليوم ازاي بيحصل ابزوربشن؟ بنحط في الرايبوفلافين شويه مواد تساعد البنتريشن ثرو الابيسيليوم. طب ما انت حليت المشكله. لا، ما بيبقاش ابزوربد بالطريقه الممتازه او النظيفه او ان هو يبقى توتالي ابزوربد، بيبقى بارشلي ابزورب، وما بيوصلش للديب لايرز، ما بيوصلش للديب لاير. يبقى اليو الابيسيليمون بيعوق الابزوربشن بتاع الريبوفليفين، وبرده بيعوق الكونسنتريشن بتاع اليو في اي على الكورنيال استروم. فهو احسن حاجه هو الابيسيليوم اوف. طيب احسن في الابيسيليوم اوف ستاندرد اكسلريتد، الاثنين معقولين، بس الستاندرد طبعا هو التوب ولا يعلى عليه، وعنده الميزه بتاع الامبروفمنت بتاع ايه؟ بتاع الريفراكتيف ستيتس والكراتوميتريك ريدنجز، تمام؟ تعال طب يعني اخدكم بقى في قصه ظريفه. نتكلم احنا لحد دلوقتي على كورس لينكن، فين تعال لكم بقى. ده تايو سيلر، تمام؟ جه في اواخر التسعينات تايو سيلر، يعني هو اول واحد يعني فكر في قصه ان احنا نستخدم الكروس لينك لعلاج الكراتوكولس. كان تايو سيلر يعني راح يعمل اسنان عند دكتور الاسنان، فعمل له كروس لينك على الاسنان، فبيساله فقول له لا ده بيقوي الكولاجين تيشو بتاع. فجات له الفكره، طب ما انا عندي مشكله الكراتوكولس والكولاجين تيشو الويك، طب ما احنا نجرب الكروس لينك فيه. ابرد سبولر سنة 97 كون أول فريق علمي علشان إن هو يختبر تقنية الكروس لينكن في علاج الكراتوكونس، وكان الكلام ده في الدريسدن تكنيكال يونيفرستي في مدينة دريسدن في جيرماني. والفريق كان بيتكون منه هو وتاي سيلر اللي احنا عرضنا صورته دلوقتي، وجريجور فولنساك أو فولنساك، تمام. والثلاثة دول هم اللي طلعوا أول بحث علمي تم نشره في الامريكان جورنال اوف اوفثالمولوجي سنه 2003، بيقول ان الرايبوفليفين مع اليو في اي اللي هو الكورنيال كولاجين كروس لينكن از افيشنت تريتمنت فور كراتوكولس. يبقى ده اول ايفيدنس بيزد ساينس، تمام، ينزل يثبت ايه؟ يثبت ان الكروس لينكن بتاعه. وبناء عليه
ما فيش اي بحث على مستوى العالم بيتكلم في الكروس لينكن الا ما غالبا هيجي يقول لك في الريفرنسز الفولن ساك اتال او الفولن ساك اتال سنه 2003 اللي هو بدايه الشراره اللي انطلق منها جميع انواع الكروس لينكن. وبيتكلموا على الكروس لينكن سموه الدريسدن بروتوكول باسم المدينه وباسم الجامعه اللي هم فيها. وعشان كده دلوقتي اي حد بيطلع بركوب يسميه باسم المدينه باسم المكان اللي هو فيه ده اسنس بروتوكول زي بتاع دهوات. حتى احنا سوهاج احنا مطلعين سوهاج بروتوكول مش اي مشكله خالص يعني ما عندناش اي مشكله. انت بتسميه يعني باسم المكان اللي شغال فيه او بتاع تخليدا للموضوع. يبقى ده اول تيم كان جريجو فلونساك وسبولر ايبرهارد سبولر ومعاه تايو سيلر، هم الثلاثه دول اللي بداوا اول بحث. ده دريسدن بروتوكول او الستاندرد كروس لينكن او الكونفرشال كروس لينكن. نراجع البارامترز بتاعه مع بعض. الباور 3 ملي وات تمام، والانرجي او الدوز 5.4 من 10 جول. الديوريشن انا والله بعمل السوكن تايم بتاع الريبوفلافين 30 مينتس، واليو في اي تايم 30 مينتس، التوتال تريتمنت تايم 60 مينتس. ده غير انك بتاخد لك مثلا 5 دقائق او 10 دقائق بتشيل الابسيليوم قبل ما تعمل دريس البروتوكول. وطريقه شيل الابسيليوم ده بتشيله يا اما مانيوال مثلا بسباتولا، او يا اما تشيله بالالكحول. يعني انت بتجيب الرنج بتاع الالكحول كده وتثبته على الكورنيا في الاير، تشيله وتحط نقطه الكحول وتسيبه يعني ثواني يعني ما بنكملش دقيقه، وبعد كده بنشيل ايه الكحول. انا صراحه ما استخدمتهاش، انا بستخدم المانوال. او انك تشيل الابيسيليوم ده عن طريق ايه البي تي كي عندنا في الفيزكس في مركز المستقبل بي تي كي، انك بتشيل الابيسيليوم باستخدام الاكزايمر يعني الليزر تمام. في برضو حاجه اسمها الموريا براش، موريا فرشه الموريا تمام، بتشيل ايه بتشيل بالابيسيليوم. ممكن برضو بدل تبف ممكن تشيله مانوال بدل تبف في سباتيولا انك تقلب البليد يعني بليد 15، وبدل ما انت بالتب بتاعه الشارب لا البلانت تشتغل بالبلانت تشيل ايه تشيل الابيسيليوم. دي طرق كلها طرق كتيره وفيها ابحاث علميه كتيره تقعد تقرر لك يعني ايه الفرق بين التكنيك ده وده وبتاع مش عارف ايه. هو للامانه هو الفرق يعني قد يكون مش كبير مش كبير طالما البني ادم افيشنت في الطريقه اللي بيستخدمها، ولكن ممكن لا وجدوا بعض الفروق في درجه البين. يعني وجدوا ان مثلا ان يعني في ناس بتقول لك والله البي تي كي بيبقى ليس بين بينفول ذان ايه ذان ال ان تشيله مانوال. انا صراحه انا شخصيا ما شايفش اي فرق. انا استخدمت المانوال واستخدمت البراش واستخدمت الاكزايمر البي تي كي، هو دائما في بين طالما في لوس اوف ابيثيليوم دائما في بين العيان بيعيش. ودي نقطة مهمة جدا، بيعيش أول 48 ل 72 ساعة يعني من أسوأ أيام حياتي ومن الألم والتهيج خصوصا لو أنت عامل العينتين تمام. عشان كده في العلاج يا جماعة يا شباب، أنا شخصيا من رواد إن أنا بدي بدي مسكن، بدي بينوكس بينوكسيد هيدروكلورايد، بدي بينوكس للعيان. هيجي واحد يقول لي الله ما هو البينوكس احنا ازاي ومش ازاي وده ده بينترفير وذ الابسيليال هيلم. يا سيدي انا بدي بنوكس، بدي بنوكس اول يوم او يومين وبرفعه من العيان مع الفيزيت الاولين، بس هو بيعديه اول ليله لان هي صعبه جدا. العيان بيجي لك يعني العيان ممكن ما ينامش طول الليل، تلاقيه فوتوفوبيا اريتيشن والليد سويلنج وحمار شديد وتهيج شديد والم وجاي يعني لا مؤاخذه حاطط طرحه حريمي على عينه لانه هو مش عايز يتعرض للضوء تمام. ولاكريميشن دموع على نقطه بنوكس كان محتاجه. فانا في الريجيمن بتاعي لما اعمل يعني ابيثيليوم اوف كروس لينكن او اعمل بي ار كي او اعمل الاثنين مع بعض كومبايند، بعمل ايه انا؟ اروح حاطط مع العلاج بتاعي يعني ادي حاجه زي انتيبيوتيك زي الفيجاماكس، ادي حاجه استرويد زي مثلا البريكفورت مثلا، وادي معاهم طبعا الحاجه يعني ارتفيشال تير زي السيستين مثلا، وادي معاهم بنوكس. لازم ادي بنوكس، بقول لهم ياخدوه اول كل يوم، كلهم بيتاخدوا كل ساعه، قطر 5 دقائق، تاني 5 دقائق، تالت 5 دقائق، الرابعه. وبقول له للعيان انت هتنام بالليل، وانت نايم بالليل
هتقوم من النوم مخضوض بألم شديد وتعب في العين وحمار وتهيج شديد، تسيب كل القطرات وتمسك البنوكس تقطر 3 4 مرات كل 5 دقايق، هتلاقي عينك هديت وفتحت واستريحت والألم والتعب اللي في العين راح، وبعد كده تحط من القطرات التانية وتكمل ايه نومك. بيجيني هو بعد 24 48 ساعة يقول لي بيه كل كلامك اللي قلته حصل، اخد منه انا قطرة البنوكس واروح راميها في ايه في الباسكت بتاع الزبالة، خلاص قضت الفانكشنز بتاعتها. و لما اشيل الكونتاكت لينز، لان احنا طبعا بنحط كونتاكت لينز بعد ما بعد ما نخلص البروسيدور، انا ما بشيلش الكونتاكت لينز مش من انصار الايرلي شيل، ان انا اشيلها ايرلي، خلوا بالكم شيلها ايرلي خصوصا لو السنترال بارت فضل في حته كده مش هيل، هيجي الليد مارجن يقشر الابيثيليوم الجديد، يطلع كده الابر ليد مارجن بتاع الليد طالع نازل على الكورنيا، وفي حته لسه كده يعني ايه اخرها ما قفلتش اخر خرم، لا يفتحه من جديد. تمام، وشفتها مع كذا عيان شلت لهم بدري، فلاقيه جاييني بعدها بيومين يرجع يشتكي من نفس الشكوى، احط له كونتاكت تاني سيبه فتره اطول لحد ما يحصل كومبليت هيلينج. فانا ما بستعجلش في شيل الكونتاكت. في ناس بتخاف من الكونتاكت، لا طبعا بيعمل انيروبيك، ممكن لا قدر الله انيروبيك انفكشن اللي هو الفانجل كيراتايتس والكلام انفكشنز كيراتايتس. يا جماعه لو هيحصل هيحصل من الهيجين، من الهيجين، او هيحصل انتر اوبرتيف، من هنا كمان الادوات مش معقمه. تمام، لكن مش هيحصل ابدا طالما الامور استيرلايزد. يعني كم عيان الواحد شافه انفكشنز كيراتايتس ما شافلوش حلقه او حالتين طوال السنين اللي اشتغلها. تمام، اللي هي بوست بي ار كي او بوست كروس لينكين. تمام، فاحنا لو سمحتوا تسيبوا الكونتاكت. يعني انا بيجيني العيان بعد بيجيني العيان بعد 48 ساعه، طمن عليه واخليه يكمل عادي، بسحب منه البنوكس، بجيبه في اليوم الرابع. اليوم الرابع ده يعني عاده في 80% من البيشنز بيبقى حصل توتال هيلينج، انا بشيله. ما كانش انا ما عنديش مشكله اني اسيبه 48 ساعه تاني، اجيبه في اليوم السادس. تمام، وما اشيلش الكونتاكت من عين العيان الا لو حصل كومبليت هيلينج، عشان ما اعرضهوش ان يحصل بيلينج بالايه بالليد مارجن موفمنت. تمام، طيب نكمل. في 2005 في مصر عندنا استاذنا الدكتور اسامه ابراهيم كان اول واحد يعمل كروس لينكن في مصر، عملها في اسكندريه. تمام، هو الحقيقه الدكتور اسامه ابراهيم رائد من رواد الريفراكتور سيرجي والكروس لينكن في مصر كلها. تمام، في 2009 محمد ابال اللي هو انا كنت اول واحد في الابر ايجيبت اشتغل في موضوع الكروس لينكن، وده جه باي تشانس ان انا شفته في مؤتمر، في مؤتمر باريس وكانوا بيعرضوه لاول مره، فاتفقت مع الشركه ونزلت لي واشتغلت كده حاله ديمو، فلقيت ان العين اتحسن كويس، فطبعا اشتريت الجهاز، وبصراحه يعني كان عملنا بيه يعني شغل ممتاز جدا. كان الجهاز ده ما بيشتغلش غير الستاندرد فقط، ما بيشتغلش الاكسلريتد. طيب نرجع احنا بقى نكمل نجيب البرزنتيشن التاني. طيب ايه الكروس لينكين بلس؟ قبل ما نبتدي في البرزنتيشن التاني نيجي هنا اهوت للبي دي افات بتاعتنا. كده اتكلمنا احنا في الكروس لينكين والتايز بتاعتها، بس انا برضو عايز اوري لك حاجه. الجهاز اللي انا شخصيا كنت شغال عليه اسمه اوبتو. ماشي يعني اتمنى بس ان الفيديو يشتغل. اشتغل ده الاوبتو واشتغل عليه، ده كروس لين وده الفيرجن سيرف تريتمنت الانفورميشن. انا بس موريك عشان اوريك البارامترز هو شغال ايه. ده ميزته ان هو بارامترز شغال، البارامترز بتاعتنا 5.4 مللي فول، و ممكن بغير في البارامترز، لكن الحقيقه انا كنت مثبته على البارامترز الثانيه وشغال بيه فقط يعني ايه الستاندرد كروسينكين. انا حبيت ايه برضو يعني اوريه لك. تمام، قبل ما نسيب الكروس لينكين، اجهزه الكروس لينكين كلها الموجوده يعني في السوق محترمنا ليها، تم عمل جهاز كروس لينكين يعني ظريف خالص اسمه سي اي، ده فرحات حافظي ودي مراته نيكي،
وده جورج اليو من اسبانيا، راح لابس سويتزرلاند ومع نيكي، ويعني الجهاز اللي ماسكاه نيكي هي صاحبة شركة انيجما وايماجن، ايماجن في سويتزرلاند. وده جهاز السي اي، ده بيركب على الاسيت لامب بيعمل بيه كروس لينكد. انا اوريك شكله على الاسيت لامب اهو، ده السي اي تمام. راكب اهو على الاسيت لامب. ايه الفكره فيه؟ ان بدل العيان يخش اوضه العمليات والجهاز الكبير وزي ما انتم شفتوني متعقم وجهاز كبير وبتاع، لا هو ممكن تعمله اوت بيشنت، يعني من غير ما يخش اوضه العيان على الاستلام تمام. وبيدي ال 30 دقيقه وبيدي الثلاث دقائق وبيدي كل ايه كل البرامج. واختراعه اصلا احنا برضو هنقول الكلام ده، هو اختراعه اصلا فكر فيه حافظ يفكر يحطه على الاستلام، انه يحوله من جهاز كبير ضخم في العمليات الى جهاز صغير على الاستلام وبورتابل، يعني تاخده في ايديك مثلا من لو انت ليك عياده او اتنين او بتسافر كذا مكان او تسافر كذا بلد، تاخده في ايديك عادي تشتغل بيه علشان يعالج الانفكشوس كيراتايتس. لما يجي لك عيان بانفكشوس كيراتايتس، بدل ما تدخله العيان وتدخل الانفكشن العمليات، تعالجه على الاستلام ببره. لان استخدام الكروس لينكن دلوقتي خرج من الدايره اللي بدا فيها اللي هي الكراتوكونس الى الدايره الاوسع تمام. الدايره اللي هو كان فيها الكروس لينكن، يعني انا هقول لك ال فرحات حافظي والمجموعه اللي معاه طبعا بيعملوا مؤتمر سنوي كبير اسمه الاكسبرتس كروس لينكن اكسبرتس انترناشونال ميتنج اوف كورنيال كروس لينكن اكسبرتس، الخبراء في الكروس لينكن تمام. الحقيقه انا شخصيا حضرت معاهم في دبلن في ايرلندا سنه 2013. السنه دي اتعمل فوتن على السي اي دهوت، هو جاب الجهاز وعرضه علينا وكان عايز ياخد، يعني زي ان احنا الكوميونتي بتاع كروس لينكن كان عايز ياخد من هنا اقرار بنسميه الاسم الجديد سماه باك كروس لينكن. باك كروس لينكن يعني فوتو اكتيفيتد كروموفوب فور كيراتايتس، هو اساسا نزله عشان الكيراتايتس. وكان كلام حافظي وكلام منطقي، قال لك يعني ان احنا عندنا في العالم كله متوقعين ان الكراتوكونس حوالي 5 او 10 مليون شخص عندهم كراتوكونس، لكن عندنا سوري يعني عندنا 200 او 300 مليون شخص بيصابوا بالانفكشوس كيراتايتس وممكن يبقى مكرر عندهم بتاع. وبالتالي احنا عايزين نطلع الكروس لينك من الدائره الصغيره للدائره الكبيره. هي الكروس لينك في علاج الانفكشوس كيراتايتس وتحديدا نوعين، واحنا هنقول لهم لما نتكلم في الانفكشوس كيراتايتس اللي هو الفانجل كيراتايتس والبكتيريا كيراتايتس، هايلي افكتيف. وهو كان في الاول لما بداوا قالوا خلوه سكند تشويس لما تفشل الادويه المعتاده، يبقى احنا ممكن نعمل كروس لينكن قبل ما نخش نعمل جرافتن او نعمل سوري بتاع دهوت كيراتوبلاستي. الكروس لينكن انا اشتغلت الحقيقه عدد من الحالات حوالي 11 او 12 حاله على ما اذكر. الكروس لينكن نجح الحقيقه في قتل الاورجانيزم او الفانجاي، وحصل هيلينج خلال اسبوعين من الكروس لينكن، وده كان نجاح كبير. ده كان في ريزيستنت كورن انسر، خدوا علاجهم من اسبوعين لشهر وفشل العلاج بجميع انواعه سواء الجاهز في السوق او اللي تم تحضيره ان هو يعالج هذه الحكايه دي. وانا نشرت بحث في 2014 منشور عن الحكايه دي، وقدمت برضو البحث ده هوت في المؤتمر في 2013 في دبلن، عرضته هناك ان الكروس لينكن بيعيد بناء القرنيه، او ده هايبوثيسيس انا حطيتها اسمها كورنيال، يعني كروس لينكن كورنيال ريبيلت هايبوثيسيس، ان هو بيعيد بناء القرنيه مره ثانيه. فهو قال لك طب احنا دلوقتي فيكشوس كيراتايتس، العيان ده مش كل عيان هنجري بيه على العمليات وعقم واعمل وبتاع وهو اوريدي انفكتد، يعني هتعقمه ليه؟ تمام؟ فقال لك لا خلاص ممكن ياخد الجلسه ياخدها مباشره على الاستلام. اول جلسه فعليه اتعملت على الاستلام بالعيان كان في حوالي من حوالي يعني اذكر حوالي 6 شهور او حاجه، يعني قريبه يعني من فتره قريبه اول جلسه، وكانت علنيه وعملها فرحات حافظي للمريض. انا بس حبيت يعني اديكو هيستوري لان الكلام ده هنقوله، عشان كده لما اجي اسالك
في الامتحان واقول لك ايه استخدامات الكروس لينكن، تقول لي رقم واحد الاكتيزيا والكراتيبولانس، رقم اثنين الانفكشوس. الانفكشوس ايه؟ يعني ايه كيراتايتس. يعني اتمنى الامور دي تبقى يعني واضحه. الحاجه الثانيه اللي احنا بنعالج بيها، نرجع مربعنا اللي هي الحلقات. يعني احنا عايزين نعالج الريفراكتيف ستيتس. يعني احنا قلنا بنعالج الباثولوجي تريتمنت، دي اونلي تريتمنت، دي اونلي ثيرابي از كروس لينكن. حكينا في الكروس لينكن. طيب عايزين نعالج مين بقى؟ عايزين نعالج الريفراكتيف ستيتس. يعني انت ماشي عملت هولت، دي الفايده الرئيسيه للكروس لينكن، انك بتمنع تدهور، بتوقف التدهور، هولت البروجريشن، بريفنت فيردر ديتوريشن. تمام. اكسيدنتلي بيحصل امبروفمنت في حالات عاده تبقى تابعه للبيثيليوم اوف وتحديدا الستاندرد، لكن مش ده الروتين. الهدف الرئيسي هو هولت بروجريشن. طب واحنا وقفنا الحمد لله خلاص وبطل يتدهور، بس ما زال في ريفراكتيف ايرور عندي ومش عارف اصلحه. تمام. ومش عارف اعمل له ليزك، اعمل له ايه بقى؟ ايه الريفراكتيف تولز اللي استخدمه؟ يا اما انا لو هو ايرلي كراتوكونس، يعني في الايرلي ستيجز، يعني بنتكلم على 2 3 4 دايوبترز موجودين، ممكن النضاره تبقى حل. تمام. ما انت الحلول دي يا اما سيرجيكال كريفراكتيف تعالجه من الريفراكتيف ايرور، يا اما نون سيرجيكال يا سيرجيكال. النون سيرجيكال انك تلبسه نضاره لو هو لو ايرور، او تلبسه هارد كونتاكت لينز زي ريجيد جاز بيرمال كونتاكت لينز بتعالج بيه اي ايرور. الريجيد جاز بيرمال كونتاكت لينز بتوصل العيان ممكن يشوف 6 6 خلاص. يعني الكونتاكت لينز انا اشتغلت هارد كونتاكت حوالي 6 او 7 سنين، وكان عندي ترايل سيت، وكان بنجيبها بنطلب الاوردر من الشركه يجينا بعد شهر من بريطانيا، كان اسمه كاسل اند كانتر تقريبا انه. تمام. لكن لما طلعت الايرا بتاعت الحلقات بدات اشتغلها مانيوال، وبعدين طلع الفيمتو، فالفيمتو لا مؤاخذه يعني على قد مميزاته على قد سوري، وتراعوا ربنا مع المريض وتقولوا له الحقيقه وتقولوا له اللي في صالحه. ويعني احسن نظر بياخده العيان انا بقولها لكم الهارد كونتاكت الريجيد جاز بيرمي. تمام. الريجيد جاز بيرمي، حتى الريجيد جاز بيرمي الناس يقول لك اه ده هارد، مش لا يا عم، في انواع دلوقتي بيت الاطراف بتاعتها سوفت زي السوفت كونتاكت لينز العاديه، والسنتر بتاعه بس الهارد. هو بيشتغل ازاي؟ بين الكيرف بتاعه عشان هارد بيلغي الكيرف بتاع الكورنيا، وبيحصل الريفراكشن على مستوى الهارد كيرف بتاع الكونتاكت لينز. طيب لو جاني ده الكلام النون سيرجيك. طب ايه السيرجيكال؟ جاني ايرور صغير لحد 3 دايوبتر انا ممكن اصلحه بالويف فرانت جايدد بي ار كي، او كستمايزد بي ار كي، او حتى بالستاندرد بي ار كي كونفنشنال. طب انا هدي لك مثال. انا دلوقتي الاجهزه بتختلف من جهاز للتاني، يعني تختلف من جهاز للتاني، يعني الاكزايمر ليزر ده اللي بيشيل بيعمل ابليشن للتيشوز. تمام. في اجهزه مثلا للدايوبتر الواحد بتستهلك 15 و17 و18 يعني بتاع ده مايكرون بتعمل ابليشن، في اجهزه بتستهلك 10 مثلا في الكونفنشنال. احنا عندنا مثلا الفيزيكس في المركز عندنا هنا تيشو سيفن، الفيزيكس ذا موست تيشو سيفن في الابليشن بتاع التيشو، يبقى ذا موست تيشو سيفن ديفايس الفيزيكس عندنا بيديني فرصه اني اصلح عدد اكبر من الدايوبترز. وبناء عليه انا لو جاني عيان عنده كراتوكونس مثلا جريد واحد او جريد اتنين مثلا ولقيته 460 مايكرون، تمام، وهو سوري يعني 460 مايكرون، انا عندي 60 مايكرون فوق ال 400 ممكن اشوفه بيصلحوا كام دايوبتر. يعني حتى 4 4 ونص دايوبتر ممكن يتصلحوا بالكونفنشنال او الستاندرد بي ار كي. تمام. لو انا اشتغل كاستمايزد لا ده هياخد تيشوز اكتر، بياخد 15 يعني 60 يعني يصلحوا مثلا 3 ونص او حاجه زي كده. تمام. وبناء عليه تحتفظ ب 400 مايكرون من الكورنيا، وتقدر تعمل ابليشن للجزء اللي فوق ايه ال 400 يعني مايكرون، مفيش اي مشكله. تمام. ده انا رايي شخصي مع كروس لينكد مش لوحده، انت مش تعمل بي ار كي وشكرا، لا 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 لا، مع كروس لينكد. تمام. يبقى احنا اي حاجه احنا نتكلم عليها قلنا الثيرابي الوحيد هو كروس لينكد، يبقى احنا بنقول كروس لينكد بلس كذا،
يعني كروس لينكين مع كذا، عشان كده سموه كروس لينكين بلس الكومبينيشن بروسيدورز، سموها كروس لينكين بلس بلس ايه؟ بلس بي ار كي بلس رنجات بلس انك تزرع يعني توريك اي يو ال جوه العين مثلا، او تزرع الاي سي ال اللي هي التوريك امبلانتابل كولامينار لينز. تمام، سواء كانت العاديه او التوريك، بس غالبا احنا بنحتاج التوريك عشان نصلح ايه؟ نصلح الاستجماتيزم العالي. تمام، يبقى انا السيرجيكال بروسيدور قلنا نون سيرجيكال، السيرجيكال بروسيدور قلنا الويف فرانك وزرع الحلقات مع التوريك امبلانتابل. الحلقات بقى الصراحه زي ما قلنا كانت مانيوال زمان وكانت صعبه، طلع الفيمتو انهى القصه. الحلقات دي نوعين، يا اما سيجمنتد يا اما كونتينوس. كونتينوس يعني حته واحده، تمام، الحته الواحده دي بنسميها احنا طلعها دكسر وسماها المايو، المايو رينج، يعني الدكسر سماها المايو رينج. السيجمنتد دي يعني كتير، يعني يعني نبص هنا كده للصوره دي كده، تمام، دي كونتينوس حته واحده، دي اسمها المايورينج، دي بتاع الداكسر، دي سيجمنتد ودي سيجمنتد، يعني انا ذلك حتى 355 مثلا كيرا رينج، ودي سيجمنتد تو سيجمنتس، ودي 1 سيجمنت بس كبيره 355. تمام، السيجمنتد دي انواعها كتير، السيجمنتد دي ممكن تبقى كيرا، ممكن تبقى فيرارا، ممكن تبقى انتكس، ده اشهر الانواع بتاع السيجمنتد، يعني ممكن تبقى كيرا او فيرارا او تبقى بتاع دهوت او تبقى انتكس، دي اشهر الانواع. بدات الحقيقه بالانتكس وبعدين طلع الفراره وطلع الايه الكيره بعدها، الفراره من اسبانيا والكيره من البرازيل. تمام، والانتكس اصلا اصلا يعني يعني شغل شركات زمان اساسا طلعوا الانتكس دي لعلاج، لعلاج الميوبيا. تمام، وجدوا انك لما بتزرع انتكس بتعمل فلاتن الكورنيا، فانت لو عندك ميوبيا لحد 3 3 ونص ديوبتر ممكن يتصلح بزرع ايه؟ بزرع الانتكس، وفي اي وقت عايز تشيلها الانتكس تشيلها وترجع للايرور الاصلي بتاعك. يعني هي الانتكس اساسا صممت لعلاج اللو ميوبيا. تمام، ايه اللي حصل بعد كده يا جماعه؟ اللي حصل بعد كده ان الليزك طلع، فانهى القصه خالص بتزرع حلقات ايه وبتاع ايه. طب يا جماعه والتكنيك اللي عملناه والشغل والشركه وال نعمل ايه بالانتكس؟ قال لك خلاص مش هي بتعمل فلاتنينج، فلاتنينج في فلاتنينج، خش ايه اعمل فلاتنينج للكراتوكونس، فوظفوها في الكراتوكونس وبداوا من ساعتها ايه يبتدوا يطلعوا الموجرامز كلها عدسات دي ام ام اي، يعني بولي ميثايل ميث اكريليت. طلع بعدهم فرارة وطلع بعدهم الكيرا، فرارة كان في اسبانيا والكيرا كان في البرازيل. الكيرا حاليا هي اشهر حاجه بالنسبه لنا عندنا في في مصر، متوفره وسعرها ارخص من المايورين. تمام، كانت مشكله زمان، اصعب مشكله كانت انك تحفر التانل وتحط الكيرا في مكان مظبوط. الفيمتو سكند ليزر انهى هذه القصه. يبقى انا فعليا حاله كراتوكونس حاجه من اتنين، يعني اعمل لك كروس لينكن وبعد كده اعمل لها بعدها بفتره اعمل لها بروسيدور اصلح بيه النظر، يبقى ده اسمه سيكوينشال. سيكوينشال ان انا هعمل كذا اجراء لعلاج الكراتوكونس، ثيرابيوتيك وريفراكتيف، يعني جزء ورا جزء، ده سيكوينشال. لو هتعملهم مع بعض في نفس السيشن ده اسمه كومبايند، ده اسمه مع بعض. تمام، وبناء عليه يبقى انا دائما كروس لينكن هو القاسم المشترك الاعلى وبضيف له حاجه بلس حاجه، فاسمه كروس لينكن بلس. خلاص، والكروس لينكن بلس ده الترم ده طلعوا يعني فرحات حافظي مع برادلي لاندرمان، وطلعوا الترمينولوجي بتاعت الاكتيزيا والحاجات دي، الباكروس لينكن والكروس لينكن بلس وبتاع ده، في بحث منشور في الريفراكتيف سيرجي، وانصحكم بقراءته ورجعه الترمينولوجي ليه. تمام، يبقى الكروس لينكن بلس يا اما اضيف ويف فرانت جايدد بي ار كي او بي ار كي كونفنشنال براحتك خالص، كاستمايز بي ار كي عندنا هنا اهوت، الويف فرانت جايدد ده موجود في الاجريتو، الكاستمايز بي ار كي موجود عندنا في فيزكس، او حتى البي ار كي العادي من غير اي حاجه، ده انا بعالج الري ايرورز، نزرع الاي سي ار ار الاي سي ار اس اللي هو الرنجات سواء كانت سيجمنتد زي ما قلنا الكيرا فيرارا انتكس، او سواء كانت اللي هي المايو رينج بتاع الداكسر،
ده في المودريت هاي ايرورز. في الهاي ايرورز خالص يعني، وفي استجماتيزم عالي تمام، في التوريك اي سي ال ممكن انها ايه عفوا يعني تستخدم. تعالوا نشوف مع بعض الافلام بتاعتنا. ده مركز المستقبل بتاعنا، دي الفيزيكس. ده الفيمتو سكند ليزر الاي اف اس ابوت بيسموه الانترليز تمام، وده السيستم بتاعنا، وده الافيدرو اللي هو بتاع الكروس لينكن. ازاي انا بعمل كومبايند؟ يا اما بضمه للبي ار كي، يا اما بضمه للاي سي ار اس، سواء كانت مايو او فيرا او كرارا او انتكس تمام. المايو انا بعمل ترانس باكيت تمام، بس انا بدل ما اقعد اشرح لكم نظري، احنا نخش على طول نحضر الافلام مع بعض. ما تيجي نشوف. طيب الفيلم الاولاني فيمتو ساكن ليزر مايو رينج امبلانتيشن، هزرعه مع وهعمل معاه كومبايند وذ كروس لينكن. ده كروس لينكن بلس. هعمل ايه بقى؟ اول حاجه السكشن رينج بتاعتي زي ما احنا شايفين اهي تمام. ده حطيته طبعا تحت الفيمتو ساكن ليزر الكون بتاعه، وبدا يعمل الفيمتو ساكن ابليشن، يعمل بابلز بتاعته، بيعمل لي باكيت باكيت. يعني هو كده بيشق الكورنيا نصين خلاص، وهيجي بعد ما يشقها نصين يروح فاتح فتحه. الفتحه هتبان فين؟ فتحه باينه على ناحيه ايدك اليمين تمام. فتحه اديني اديني فتحت الفتحه وشاق الكورنيا نصين تمام. الجزء اللي من فوق ايوه 300 مايكرون، والجزء اللي من تحت 100 مايكرون خلاص. الجزء اللي من فوق اللي هو الجزء الاكبر القرنيه ما يقلش عن 300 مايكرون، والجزء اللي من تحت ما يقلش عن 100 مايكرون. عشان كده انا ما بزرعش المايو رينج الا لو ايه 400 مايكرون فاكثر تمام. اول خطوه اعملها بعد فتحت الباكت، مش ان احط المايو رينج، ان انا اعمل ترانس باكت كروس لينكن. انا بحقن كده رايبو فليفين. ليه؟ هو انا ايه كل مشكلتي؟ هو انا ليه اشيل ايبيثيليوم عشان اعمل؟ لا، انا راح الرايبو فليفين في الباكت واديني بعمل بالسد كروس لينكن. ده اكسلريتد وبالسد مش ستاندرد. البالسد ده دايما اكسلريتد. ليه بقى عمل افيدرو البالس ده؟ يعني قبل ما نكمل هنا، ليه عمل افيدرو البالس ده؟ عمل افيدرو البالس ده معلش انا بعد لكم الاول عشان اقدر اكلم لكم عن البالس ده. عمل افيدرو البالس ده علشان موضوع الاكسجين كونسبشن اللي احنا قلنا عليه، ان هو بيحصل رابط كونسبشن للاكسجين فما بيحصلش الفوتوبولمرايزيشن للرايبوفليفين. فقال خلاص احنا نعمل بالسد، يعني 1 سكند يو الترا فيريت ري اون 1 سكند اوف 1 سكند اون 1 سكند اوف. قال لك بيدي ال 1 سكند اوف دي فرصه ان القرنيه تتنفس اكسجين عشان تعوض الجزء ايه من الاكسجين اللي طار، وده صعب قوي ثانيه. يعني انت بتقول له خد نفسك في ثانيه، يعني برضو ايه يعني ما بتاع ده تمام. فده البالسد اللي احنا ايه عفوا قلنا عليه. يبقى احنا الكروس لينك اللي انا بستخدمه مع المايو بستخدمه ايه؟ ترانس باكيت. كده انا استغنيت عن شيل الايبسيليوم، لان انا بحط رايبوفلافين في قلب الاستروما. بعد ما بحن الرايبوفلافين اكتر من مره الحقيقه، انما احنا هنا بنشوفه مره واحده علشان احنا مقصرين الافلام. انا بقعد احن الرايبوفلافين لمده 5 دقائق لحد ما اضمن ابزور وشم ممتاز، وبعدين اشتغل انا. ده هنا الاعجاز اللي عندنا الافيدرو ده بالسد ما فيهوش الستاندرد. بعد ما بخلص جلسه الكروس لينك اروح داخل بقى زارع المايو رينج. انا انضف طبعا احقن سلاين، طبعا اللون اليلوش واقرب للجرينش ده هو لون ايه؟ لون الرايبوفليفين تمام. دي الحلقه المايو رينج اهي واضحه تماما. امسكها سكر كويس، ونخلي بالنا انها ايزلي بروكن. يعني انت لما تبقى معاك مايو يبقى معاك واحده تاني احتياطي، لا ربما تتكسر منك لو انت ضغطت عليها بغير قصد. اهم حاجه في زرع المايو رينج تزرعها سيمبل اند جنتلي، ولابد انها تبقى سنترلايزد، لابد انها تبقى سنترلايزد تمام. دي نقطه مهمه خالص. هي زقها بالراحه وتتاكد ان هي سنترلايزد
دي نقطة مهمة جدا. المايورينج الحقيقة أنا جربتها جميلة جدا، عيبها إنها اكسبنسيف. مايورينج حلوة جدا 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 في الهاي ايرور، الميوبيا، يعني لما تلاقي الميوبيا أعلى من الاستجماتيز، يعني مثلا تلاقيه ناقص 13 14 ومعاه سلندر 4 5 تمام، يبقى ده دي حالات مايورين. عكسها مين؟ عكسها الكيرة، لما تلاقي 7 و8 او 9 سلندر ومعاهم 2 3 4 يعني بتاع دهوت، يبقى انا افضل كيرة في الحالات دي. احنا كده خلصنا المايو، نشوف العملية سهلة ازاي وبسيطة تمام. الكروس لينكن اللي بعديه ان انا بعمله مع كيرة. اول حاجة انا بحط دوت بناء على الفلاشن لايت من الاكزايمر، ليزا بقول له ركز على الفلاشن لايت اللي بيضوضو، وعلمت السنتر بتاع الكورنيا لان هو عامل فيكسيشن عليه تمام. وبعد كده بحط السكشن رينج بتاعي وبحط الكون، بقى بزرق الكون وبوسع المشبك بتاعي لحد يكون يبقى سنتر، وبعدين اعمل بقى تانل. هناك كان اسمه باكيت لكن هنا اسمه تانل تمام. اقعد التانل اهي بيبقى سنتر حوالين النقطة اللي أنا خدتها، مش سنتر ده على البيوبل، لأن وجود كون بيغير مكان السنتر، فأنا بعتمد على الفوكسنج بتاع العيان. أول حاجة لما أعمل التانل ده لازم أتأكد إن هو مفتوح كويس قبل ما أزرق البتاع عشان ما يحصلش فولس بنتريشن في اتجاهات خاطئة. فأنا بدخل سباتولا كده وأوسع، يعني شوف بدخل السباتولا وأزقها جامد لجوه، ايوه لحد اوسع السكه لمين؟ للرنج انها تدخل مستريحه، برضو واخد في الاتجاه ايه؟ التاني، حسب النوموجرام بتاعك بتاع كيرا. كيرا حتى نوموجرام، نوموجرام بتسميه ايه؟ يعني ايه؟ وفي نوموجرام بي ونوموجرام سي، ده النوموجرام بتاع ايه؟ والكونز عندها تايب واحد كونز، اتنين كونز، تلاته كونز. تايب واحد كون انا بزرع هنا زي ما انتم شايفين الرنج اون وان سايد تمام، ده كيرا رينج. وادي بزرع ايه؟ كيرا رينج الثانيه الصغيره، دي حلقه صغيره 90، الثانيه تقريبا 160. لازم يبقى سنترلايزد على بعض، ولازم المسافه بين الحلقتين على الجنبين متساويين تمام. وبدات احقن، دي بقى اي بي اون، بقى دي بقى اي بي اون، انا ما شلتش ابيسيليان فيها دي تمام. دي كانت ايام ما كنت بشتغل ابيسيليان اون، وبدات احقن واشتغلت بالصه ايه؟ كروس لينك. نرجع تاني للكيرا، نكلمك عن الموجرام بتاعها، ان هو عامل التايبس بتاع الكونز 4، 1 2 3 4، واحد ان الكون كله على وان سايد من الستيب ميريديان. تايب 2 كونز ان 20% على وان سايد و80% على الاذر سايد من الستيب ميريديان. تايب 3 كونز ان 40% على وان سايد و60% على الاذر سايد. تايب 4 كونز ان هو متنصص 50%، ماشي؟ طيب شوف الخطوة اللي بعد كده. يعني بيعيد نفسه. طيب كروس لينكينج كومبايند مع بي ار كي، وقلنا ده في الليه ايرورز، يعني في ثلاثة، في أربعة دايوبترز، في 2.5. أنا أول حاجة بشتغل عادي، ده البي تي كي بتاعي، أنا بشيل اللي بيساليه تمام. السؤال المهم والخلافات، هل أنت هتحط مايتومايسين في وجود رايبوفليفين؟ أنا بستخدم مايتومايسين في وجود رايبوفليفين عادي خالص، يعني ما شايفش فرق الصراحه. يعني في ناس بتقول لك لا، يعني دونت ميكس الرايبوفليفين مع البتاع ده تمام. انا خلصت كده، شلت الابسيليوم وواضح. هشتغل دلوقتي حالا، هشيل هعمل ايه؟ بي ار كي، ده البي ار كي دلوقتي، فوتو ريفراكتيف كيراتيكتومي. بخلص البي ار كي هتلاقيني بحط السبونج اللي هي سوكت وذ مايتومايسن سوليوشن 2%، بحطها لمده ايه؟ يعني 20 ل 30، ايه؟ ل 30 سنه. لازم اعمل جدوش، اشيل المايتومايسن اثاره خالص من على ايه؟ من على الكورنيا، وبعدين ابتدي احط الرايبوفليفين وابتدي بوسع. انا طبعا 6 مللي شايفين، ابتدي اوسعه واخليه 8 ايه؟ 8 مللي. عايز تسيبه 6 مللي سيبه، مش مشكله يعني، خد بالك انت. ابتدي احقن الرايبو ايه؟ الرايبو احط الرايبو فليفين، خلاص هو ما فيش ايبيثيليوم، اتشال 8 مللي، واشتغلت
ده اي بي اوف بس طبعا اكسلريتد، يبقى ده اي بي اوف لان طبعا اتشال فيه الابيثيليوم بس اكسلريتد، يبقى اسمه اكسلريتد ابيثيليوم اوف كروس لينكن، وبحط ايه كونتاكت لينز في اخر ايه العمليه. طيب نرجع مرجعنا. طيب الخطوات اللي يعني احنا عرفنا الحلقات وعرفنا قصصها، هل في حلقات تانية؟ في نوع تاني من الحلقات اسمه الوجين. الوجين يعني في ناس في الهند طلعت فكرة جديدة انك تاخد ان بدل ما تزرع في الطانل، بدل ما تزرع فيه الكيرة ولا الفرارة ولا اي حاجة اللي هي بي ام ام اي دايت، لا تعمل ايه بقى جنابك؟ تزرع تيشوز، يعني تاخد كورنيال تيشوز من دونر وتلفه فين في التانل ده. ايه يحصل؟ ايه يحصل؟ قال ان هو يبقى سكارد وبتاع ده ويبتدي يعمل هو فلاتنينج يعني وده كله لسه يعني اكسبيرمنتال مش منتشر بوجه ايه يعني. في بعد كده الكراتوبلاستي، كان زمان ما فيش غير البنتريتنج كراتوبلاستي البي كي بي، تمام، وده بتشيل الكورنيا كلها وتحط واحده جديده، تمام. هي المشكله طبعا كانت في الريجكشن خصوصا على مستوى الاندوثيليوم، فحبوا يتخطوا النقطه دي انه يحتفظوا بالاندوثيليوم لان الاندوثيليوم سليم، وبداوا يشتغلوا في الديب انتيرور لاميلر كراتوبلاستي اللي سموه دالك. دالك بقى اشهر تقنيه حاليا في الكراتوبلاستي لعلاج ايه الكورنيال ابيثيليوم. انا محتفظ بالنورمال ابيثيليوم فبتخطى ان يحصل يعني اندوثيليال ريجكشن، يعني انا بافويد كتير من البوست اوبراتيف يعني كومبليكيشنز. يعني طبعا ببساطه شديده ده معظم الكلام الموجود على احنا عرضنا جزء كبير، وده معظم الكلام متعلق بالكورنس. طبعا في كلام كتير وفي ان شاء الله في محاضره قادمه هوريكم البنتكامات وازاي نشخصها في البنتكامات وازاي نعمل نسوي. يعني المفروض انا هشرح لكم باذن الله الكورنيا دي كان اول محاضره كراتوكونس، هيبقى في محاضره عن البنتكامات وفي محاضره عن الانفكشوس كراتايتس باذن الله سبحانه وتعالى، وفي محاضرات اخرى يعني يعني هننزلها لكم وان شاء الله تستفيدوا منها. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العلم صدقة جارية لنا في الدنيا وصدقة جارية لنا بعد ايه مماتنا بإذن الله، ونترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.